موجود فيه الامل فقط هو يحكي انه مفتوح للامل المواطنين في التكذيب ربما المظاهرات اللي بشتابت غدوة هم يقولوا اللي يحبوا الزمن والتاريخ يقول اللي يحب وبيناتنا مستقبل تونس فقط انت عموما غدوة 14 جانفي شنو رايك في الناس الداعيه اليوم للنزول الى الشارع هما حرام قوانين تونسية تسمح لهم بالنزول والهبوط والتظاهر لا هم قوانين تسمح لهم لكن شعار هو شعارهم ليرحل الرئيس من جملة الشعارات اللي ممكن يرفعها هي يرحل الرئيس هو شعار لا يواخذ عليه القانون مشروعيته حسب رأيك اليوم ثم داعي اليوم لدعوات لرئيس رحيل رئيس الجمهورية اللي يقول يرحل الرئيس يكون عنده على الأقل 50 واحد في الشارع تقصد اللي هم فقد الشعبية اليوم غير مدركين على الأقل 50 جابة الخلاص يوم تجيب جابة 50 يهبطوا على 300 ولا 500 ولا 1000 فهمت البلاد ما تحركهاش ل 1500 أرقام كبيرة تعتقد لو فرضنا أنه قيس سعيد ما عادش موجود هما ما عاد بيهم عندهم مكان في أي صورة حتى في صورة انتهاء ما عادش يرجع حتى في صورة ما أنا شاب أبله هو شكون اللي باش يرجع اذا كانت نحى الرئيس وهما مش ما يرجعوش؟ الشعب يشوف ماذا بينا ما تصيرش الا في اطار القانون فقط. ما تحسبهاش راهي فنيه قلت لك انا قلت لك لو. اي لا 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 ما حسبش انا. ما حاش اللو خلاها. يرحم الله. شو الرساله اليوم لرئيس الجمهوريه حب يقولها من خلال الجوله هذه خاصه انه فما دعوات غدوه للنزول للشارع والاحتفال بعيد. باهي ماضي. هي هما احرار ينزلون متى يريدون. بل اكثر من ذلك. في تاريخ تونس لم يوجد هناك رئيس ابتذل وسب وشتم واستهزئ به وقيل فيه ما قيل فيه وفي زوجته وفي أهله وفي عرضه وفي كذا ما دخل حد من حبس فهم ديكتاتورية من ننجي يعني خلنا نفهم أنا ماذا بيت كل تونس في ظل هذا الكل اليوم فما دعوة اليوم للحوار في التجاوزات الكبرى وتجاوزات الخطوة اللي هي موجودة في البلدان كلها لكن المرسومة 54 اللي معناتها عادي المواطنين وكذلك منظمات المجتمع المدني راهو في تقييد معناتها على الحرية ويطالبوا رئيس الجمهورية بصاحبه تحاورتوا معاه في النقطة هذه؟ لا هو مسؤول عما أصدره أنتم كيفاش تراوا؟ شكون نحن؟ أنت كصديق لرئيس الجمهورية تقول أنتم موجود حتى في حملة رئيس الجمهورية معناتها إيه احنا موجودين في الحملة لأن يصبح فلان الفلاني رئيس باهي اليوم معناتها كيفاش تراوا دوركم انتهى بعد يعني لا لم ينتهي لم ينتهي مازال عندكم دور الدور في التفكير في الفعل في وسط داخل منظومة المشروع لما المشروع مش إله مشروع فيه سي نظام تراش أنه اليوم تأخرت الدعوات للمحاسبة محاسبة خاصة أنه فتح ملفية الاغتيالات وملفية التصفير والإرهاب وملفية الفساد خلي كل شيء يجي في وقته خير
سيدي ذا منظمه المنظمه خلي الوطنيه يتعلموا يمشوا يجوا على التحقيق قبل الحكم. اليوم تعليقك على دعوات للتظاهر للخروج ضد الرئيس قيس سعيد؟ هما احرار بل ان القانون يضمن لهم الخروج. لا اعتقد ان اي رئيس خاصه قيس سعيد شويه انه باش يمنع غدوه ولا يكلف ناس باش تمنع وليس من صفاته وليس من هذا قصة قديمة. يعني الرئيس اليوم الوطني اللي تدعو له المنظمات الوطنية عمادة المحامين الرابطة اتحاد الشغل الحوار الوطني اللي تدعي له المنظمات الوطنية حتى على حوار إنقاذ أو مبادرة يبدو اللي اليوم مش يجاوب على كل شيء لأنه فرصة مع أنت لقيمة كنت موجود في المشروع تقول أنه مهمتك ما انتهيتش حتى في المشروع وأنت موجود في الجامعة ما تنجمش تنتهي علاش؟ هذا شكلنا مع بعضنا هي جور هي قلبنا من داخل ولاش تنتهي يا اخي هي بيع وشرية موجوده في السوق تعتبرها ماشي كله. تعتبر المشروع ماشي في طريق صحيح ماشي اينما يجب ان يمشي وعلى المشروع ان اصحابه ان يعوا جيدا ان هناك عراقيل وهناك صعوبات وهي صعوبات ضروريه مثلا صعوبات المعارضة مثلا اللي باش تحاول تعطل المشروع هذايا؟ لا عندما ياخذ واحد سلطة الدولة منظومة 24 تقصد؟ عندما ياخذ سلطة الدولة يلقى حتى شيف سيرفيس مورد. القضاء الإدارة يعني القضاء الإدارة ما نحبش نجبدهم توا أنت عندك ماركة مع البيروقراطية مع الفساد في كافة مستوياتها والتي بذلوا جهدا كبيرا في إغراق البلاد بها. ما ثم حتى شخص في العالم، ينجم يفضل الإشكال هذا نهائيا إلا إذا كان انقلابا عسكريا. سيري ذا والمشروع هذا ونحن لسنا انقلابيين. سيري ذا أنت تعتبر المشروع هذا ماشي من طريق شنو وراء؟ لا تو ما فهمتوش السؤال الحوار نتاع منين جاي؟ منك أنت؟ من منظمات منظمات مجتمع مدني دعت إلى حوار وتستعد لتقديم ينطلق اليوم الحوار من فبراير سيري ذا ينطلق اليوم جلسات الحوار اللي دعاها الاتحاد الشغل ينطلق اليوم الجلسات الأولى تحت العنوان هي مبادرة إنقاذ مبادرة الخيار الثالث اللي تعود للاتحاد معناه يقولوا إنه رئيس الجمهورية وجهوا له دعوات في أكثر من مناسبة لا تتواصل معه حتى وما لقاوش حل آخر غير المضي نحو هذه المبادرة أكيد مواكبين تصريحات القيادات والمنظمات الوطنية هو الحوار في ذاته أمر محمود بل ضروري علاش ضروري؟ ضروري يتشكل منوال السياسي نتاع غدوة والمنوال الاقتصادي نتاع والمنوال الاجتماعي الثقافي كل ما يتعلق بقضايا علاقة المدرسة بالعائلة علاقة المدرسة بأي شيء آخر أو المدرسة بحد ذاتها علاقة الدولة بالمدرسة علاقة السياسة بالمدرسة هذه مواضيع لابد أن يكون فيها حوارات أما أننا نرجع بالحوار إن كانت العشرية فيها ما يستحسنوه وفيها ما ينظر إليه بكذا بعين الرحمة أو بعين أنها قدمت شيء هذا أمر قد انتهى لماذا لم تبادر رئيس الجمهورية بهذا الحوار؟ أسأله هو سيدي ذا كنت مع رئيس الجمهورية منذ باب الحرة إلى حد الآن وسمعت تقريبا أغلب كلام يعني المواطنين كله يشكي من الظروف الاجتماعية الصعبة من غلاء الأسعار من غياب المواد الأساسية كيفاش ترى كيفاش تعليقك بعد ما سمعت كمل هاي لدي؟ لا أنا قبل ما نسمع اليوم نعرف قبل هاي؟ هو ليس اليوم الذي يكتشف به أن الشعب التونسي يعاني مشاكل الحياة اليومية وأنا جزء من الشعب التونسي كنت نقضي مرناك وليت نقضي من خلال من شو اسمه من المحمدية أرخص فهمتني أنا مش خارج على المسألة هذه في حد ذاتها أنا جزء من هذا الشعب كان في بالهم إحنا نسروا في الوحدات ونشروا كيلو الدقلة ب 20 دينار أنا تحت 5000 فوق 5000 ما نشريش مش تعرف اللي إحنا رانا تابعين الناس فهمتني هذا كان واحد آخر يحب يعمل هكا هو يدعي المشروع هذا تخصه لأنه لا أحد يمكن رئيس الجمهورية شنو كان يجاوب في المواطنين؟ تو قاعد يقول لهم اللي الدولة عندها مسؤولية كبرى في تجاوز هذا الأمر مش يعني يضع المسألة على أن هناك مونوبول انترناسيونال ومونوبول انتريور إلى آخره
لكن يبدو اللي بعض الإجراءات اللي كان يمكن وكان بالإمكان اتخاذها لتنقيص مستوى فقدان بعض المواد، فهمت؟ يبدو أن ما كانش فيها نجاح. ولكن المعارضة اللي هابطه غدوة من بين الشعارات هي شعار الاجتماع الاقتصادي، تحمل رئيس الدولة بالدلع عام ونص هذايا هو سبب في فقد المواد الأساسية. بارك الله فيها فيق ولي ثم مشكل اجتماع اقتصادي الحمد لله، لأنه هذا موجود من عام 10 وقبل عام 10. الأغرب من عام 10 قبل في بن علي ما كان شاكة بالضبط، عندما يكون شركاء في مسؤولية الشيء اللي احنا فيه الآن يكتشفونه الآن هذا أمر مريب. تعتقد أن يستعملوا في الطرف هذه من أجل ضغط على الرئيس؟ مشارد استعمال هي حقيقة، لكن هم يستعملونها، هي حقيقة، هي حقيقة، ولينكرها جحود وناكر مش طبيعي. حقيقة أنهم يستغلوا في الظرف الاجتماعي وابتزاز، ما عندهم ولا شيء إلا استغلال الوضع فقط، فهمت؟ حتى شيء. سؤال أخير، تعليقك على الجانب الحريات والحقوق الحريات منذ 25 جويلية إلى اليوم؟ يمكن أكبر فترة في تاريخ تونس محفوظة فيها هذه هي الحقوق، هي بعد 25 جويلية محاكمات عسكرية اليوم. محاكمات عسكرية موجودة في القانون، بدلوا القانون تاع النحيوة. محاكمات رأي يا أخي، هما كي استغلوها عملوها قبل. عسكر معناها ضد الدولة، ضد البلاد، ضد الأمن. ثم شكون محاكمات رأي ربما الأخيرة؟ والله مش عارف. أنا القوانين والمسؤولين عن القوانين والمسؤولين عن الأنظمة القانونية اللي هذه تتمر عن طريق المحكمة العسكرية وهذه ما تمرش عن طريق المحكمة العسكرية، ليش تحب تحاملها لي أنا؟ تبعت محاكمة العيش الأمامي؟ لا، ما سمعتش اللي هو مشى للامتحان. أنا مش لاهي بكل شيء، لاهي بأمور تخصني بحيانا. سيد رئيس بس تحت الكاميرا.